وخلال طبعا الزيارة اللي شهد فيها رئيس مجلس الوزراء من مدينة العلمين الجديدة فعاليات إطلاق مبادرة مثلا يعني 100 يوم صحة للعام الثاني على التوالي، تفقد أيضا اصطفاف للسيارات المشاركة في المبادرة، مبادرة 100 يوم صحة، وتضمنت عربات إسعاف، نماذج للعيادات المتنقلة المتخصصة في تقديم عدد من الخدمات الطبية المتنوعة، وأعطى طبعا إشارة البدء إذانا بانطلاق الحملة، وتحركت بالفعل السيارات. الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة نائب رئيس مجلس الوزراء قال بهذه المناسبة إن المبادرة السنة دي بتركز على نشر الوعي، وده لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية غير السارية والوراثية والنفسية، كمان الكشف المبكر عن الإصابات بهذه الأمراض، وتقديم خدمات المتابعة والتقييم للمرأة، ده من خلال طبعا مراكز وحدات العلاج المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتحديدا في مدينة العلمين. طب تعالوا نعرف مع بعض بقى يعني مزيد من التفاصيل عن المبادرة وعن اللي بتقدمه في عامها تاني على التوالي. بينضم لنا هاتفيا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. دكتور حسام أنا برحب بحضرتك يا فندم. مساء الخير فادينا، تحياتي لحضرتك. كيف حالك؟ أهلا بيك. والمبادرة السنة دي بتقدم إيه مختلف عن اللي قدمته في السنة الأولى في مهرجان العالمين؟ إيه الجديد؟ يعني خليني قبل ما اقول لك ايه الجديد، احنا هناك توجيهات مستدامه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين حياه المواطن المصري. لا شك ان الصحه وتقديم خدمات صحيه متميزه ده واحده من اهم محاور تحسين الحياه للمواطن المصري والحياه الكريمه. عشان كده احنا اطلقنا النسخه الثانيه من مبادره 100 يوم صحه. الهدف من المبادره ان احنا بنجمع ونكثف إتاحة الخدمات الصحية سواء على المستوى الوقائي على المستوى العلاجي أو على مستوى الصحة النفسية وكذلك التوعية لكل المواطنين في فترة زمنية محدودة هي 100 يوم. المبادرة بتقدم تطبيق عملي لتعريف منظمة الصحة العالمية للصحة بأنها حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي. احنا من خلال المبادرة بنتكلم على تقديم خدمات تنظيم الأسرة، زيارات منزلية للمواطنين في منازلهم من قبل الرائدات الصحيات والرائدات الريفيات، قوافل طبية تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية في 27 محافظة، التطعيمات والتأكد من وصول معدلات التطعيمات إلى أكثر من 100%، قوائم الانتظار والعمليات الجراحية، العلاج على نفقة الدولة، الصحة النفسية، بالإضافة إلى المبادرات الصحة العامة أو المبادرات الرئاسية اللي بتزيد عن 14 مبادرة، تبدأ بمبادرة المقبلين على الزواج، فحص المقبلين على الزواج، وتستمر في صحة الأم والجنين، الكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال. طيب يا دكتور حسام عشان نكون بس موضحين لجمهورنا، إن مبادرة 100 يوم صحة دي مبادرة رئاسية على مستوى الجمهورية كلها اتعملت السنة اللي فاتت، والسنة دي بيتم إطلاقها ولكن من مدينة العلمين الجديدة. فدي نقطة مهمة عشان الناس تعرف، لأن ما تقدمه المبادرة ليس فقط لمدينة العلمين لكن لجمهورية مصر العربية بالكامل لكل القاطنين فيها. طيب الرسالة بقى المهمة والخاصة بإطلاق المبادرة من داخل مدينة العلمين، إيه السبب؟ إيه هو؟
الحقيقة أنه مدينة العلمين ليست مدينة سياحية وفقط، لكنها مدينة تعبر عن التنمية بكل ما تحويه هذه الكلمة من معنى. بتكلم على تنمية عمرانية، تنمية اجتماعية، تنمية ثقافية، تنمية تتعلق بكل مناحي الحياة. وبالتالي ده تعبير عن أن التنمية الصحية هي جزء من الجمهورية الجديدة اللي بتتمثل في صورة مدينة من مدن الجيل الرابع، أنشئت على أحدث مستوى من التصميم، مش منشأة عشان الناس تستغلها شهر أو شهرين في السنة، لكنها لصنع نموذج مختلف من الحياة. هناك فرص استثمارية، هناك فرص للعمل وزيادة العمل، هناك مناحي اجتماعية ومناحي تثقيفية ومناحي صحية تنطلق من مدينة العلمين مع مهرجان العلمين لنسلط الضوء على واحدة من أهم المشاريع التنموية في الجمهورية الجديدة. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، شكرا جزيلا ليك وشكرا لكل القائمين على مبادرة 100 يوم صحة.